السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشيف محمد فتحي من مطبخي ماستر شيف. النهاردة هقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالجمبري وعلى طريقتي، يلا بينا نشوف مع بعض. هنحتاج مع بعض كيلو جمبري متقشر متنضف، بصل، ثوم مبشور، ثوم مفروم، وفلفل أحمر مفروم، نص معلقة خل، تفاح، ليمون، ثوم متقطع كريهات، فلفل، ثوم بودرة، ملح، كمون، روزماري، طماطم، معانا مكرونة وزيت زيتون. يلا بينا يا جماعة نشوف هنعمل ايه. اول حاجة يا جماعة هنجيب الجمبري بتاعنا، هنحط عليه الخل تمام، والثوم المفروم، والفلفل الأحمر المفروم، الكمون، الروزماري، الفلفل، الملح، وشوية الثوم. هنقلبه مع بعض يا جماعة كده، وهنخليه وننقعه شوية قبل ما نحضر المكرونة والصوص بتاعنا. مننساش طبعا الليمون، اهم حاجة، انا بحب الليمون جدا. وهنسيبه حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، قد ما يقعد قد ما يكون كويس. ننقعه في المارينيه بتاعه كده، يشرب ميته تمام، يديله تيست عالي قوي. وفي الوقت اللي الجمبري فيه في المارينيه بتاعه، في الصوص بتاعه او التتبيله، احنا هنا بنركب الصوص بتاع الطماطم. دلوقتي انا يا جماعة انا ضربت الطماطم، عملتها عصير، وبعد كده هحط عليها كوبايتين مية تمام، وبعدين هحط عليها معلقتين او ثلاثة من صوص الطماطم، واحد، اثنين، ثلاثة، وابدأ اقلب فيهم. دلوقتي انا حطيت الطماطم مع المية مع صوص الطماطم تمام. دلوقتي هحط شوية فلفل، شوية ملح، شوية شطة، انا بحب الشطة اوي تمام. ونسيبها تتسبك يا جماعة لغاية ما يطلع لنا أحلى صوص طماطم على الطريقة الإيطالية. دلوقتي هنغطيه ونسيبه يا جماعة يتسبك. حطينا الملح والفلفل وشوية الشطة تمام، نسيبه بقى يتسبك، نغطيه ونسيبه يتسبك. نرجع له تاني، بنسبك فيه الصوص الطماطم، بنيجي بنحضر ميه، ميه بتغلي، نسخنها لغايه ما تغلي، وبعد كده ننزل بيها بالمكرونه تمام. دلوقتي انا مستني الميه لما تغلي، وبعد كده هنزل بالمكرونه فيها.
ونقلب من وقت للتاني عشان المكرونه يا جماعه ما تلزقش ملحوظه دي. هنا يا جماعه الصوص بتاعنا بيتسبك والعمليه ماشيه زي الكتاب ما بيقول. وهنا الميه بتسخن بتاعت المكرونه والعمليه ماشيه بكل سهوله. وهنا يا جماعه الميه بدات تغلي، هننزل بشويه ملح تمام. بعد كده ننزل من المكرونه بتاعتنا ونقلب من الوقت للتاني يا جماعه عشان ما تلزقش تمام. دلوقتي يا جماعه الصوص بتاعنا اتسبك، هنشيله من على النار تمام، نحطه هنا نرجع له بعدين. دلوقتي هنيجي للمرحله الثانيه، ناخد الجمبري بتاعنا بالمارينيه بتاعه كله بالخلطه بتاعته كله تمام، وهنحطه على النار وهنغطيه تمام. هنقلبه شويه كده وبعد كده نغطيه تمام. هنا المكرونة بتاعتنا بنقلبها، دايما تقلبها عشان ما تلزقش. اول ما ياخد اللون بتاعه الحلو دوت البرتقاني ده، هنحط عليه صوص الطماطم، مش الصوص كله، شوية من الصوص كده. يا جماعة المكرونة بتاعتنا استوت، هنشيلها من على النار وهنصفيها تمام. صفينا المكرونه بتاعتنا، شايفين طالعه جميله ازاي، ولا اروع من كده، تحفه. شايفين يا جماعه بدا ياخد اللون بتاعه، لون الجمبري. نقلب كده تمام، وبعد كده هاخده من الطاسه دي هحطه هنا في الحله ديت عشان يبقى ايه، عندي مكان واسع اقلب فيه. هحط المكرونه وهحط الصوص تمام. يلا بينا نغير اللي هنقله. بس يلا نقلته من الحله الصغيره، حطيته في الحله الكبيره، ودلوقتي هحط شويه السلايزد فلفل احمر، انا بحبه، اللي مش عايز يحط ما يحطش تمام. هغطي عليه تاني ونشوف مع بعض بعد كده. اقلب فيه 3 دقايق كده يستوي، بعد كده احط الصوص، نص الصوص، احط نص عصير الطماطم يا جماعه واسيبه يستوي فيها، وبعد كده هنزل بالمكرونه وبقيه الصوص. اغطيه 3 دقايق اغطيه، بعد كده ارجع له تاني. يلا بينا نشوف. دلوقتي يا جماعه الجمبري بتاعنا اكيد جاهز للصوص، هنقلبه تقليبه واحده كده تمام. وهنزل عليه بنص الصوص بتاعي، نص، شايفين تمام كده، وهقلب واسيبه شويه 3 دقايق كده وارجع له تاني. وبكده يا جماعه انا كده جاهز للمعركه، كده انا جاهز احط المكرونه بتاعتي تمام. شايفين يا جماعه الجمال، ايطاليانو عملوه يعني.
قالب مع الجمبري عشان يبقى الميكس طعم الميكس تحفة. الجمبري مع المكرونة يا جماعة ما قلتلكمش يعني. أنا نزلت النص الأول من الصوص وبعد كده هنزل بالنص التاني. المكرونة تحفة تحفة. سيبها بقى شوية دقيقتين ثلاثة كده وبعد كده اطلعها. وهنا يا جماعة المكرونة بتاعتنا خلاص خلصت. هيجي بقى دور ايه الافتكاسية بتاعتي. تمام هحط شوية كريمة كريمة طهي. تمام شوفوا بقى بتدي اللون عامل ازاي تحفة ولا اروع من كده حاجة ولا اروع من كده. يلا يا جماعة نشوف هنحطها في الطبق ازاي. ودلوقتي خلصنا الطبق بتاعنا يا جماعة. هنحط شوية بارميزان ناخد حتة بسيوك ريحان الطبق جاهز يا جماعة تحفة. ألف هنا وشفا.